مرحبا متابعينا الكرام عبر قناة شوف تيفي مباشرة من مدينة سيدي بنور في هذه الجولة الليلية اللي غادي نناقش معكم موضوع شنو الرأي ديالكم في المراهقين اللي تعتقلوا ليلة البارحة من طرف رجال الأمن الوطني بعدما تم تكسير الزجاج ديال سيارة الأمن. هنا شكون اللي كيتحمل المسؤولية هنايا؟ شكون المسؤول على هذا التهور؟ شكون هاد الأطفال من قاموا بهذه الأعمال التخريبية؟ يعني وفي حالة الطوارئ بعد ما كانت رجال الأمن يقومون بحملات بالمدينة كيتفاجئوا ببعض الشباب المراهقين اللي تقوموا بتكسير زجاج ديال سيارة الأمن، وكذلك وتم الاعتقال ديالهم من طرف الشرطة القضائية. واللي كنتمناو الناس يحترموا شوية، يحترموا الاحتياطات ويحترموا القواعد ويحترموا هادشي اللي كاين. خليكم معنا، ريت نبارطاجيو هاد البث هذا اللي غنناقشوا هاد الموضوع هذا في جولة عبر شوارع مدينة سيدي بنور. مباشرة دائما كما كنتو معنا، احنا غادي الان غادي نبقاو معكم بهذه الجولة هذه. غادي ناخذوا في الجولة والله يحضر السلامة. الآن رفقة معشوقتي برافو، شكرا، وعليكم السلام فاطمة، مرحبا. الآن على بركة الله ننطلق في جولتنا ومعشوقتي الدراجة العادية. أقول لها معشوقتي لأنني أعشقها، أصلا أعشقها في الجولات. دائما كما قلنا ليلة البارحة، يعني ما بغيناش نصور لك شيء، تم اعتقال مجموعة ديال الشباب ديال المراهقين أو تلك قاصرين على خلفية التهجم على سيارة الأمن الوطني وتكسير الزجاج ديالها. يعني تهور الشباب والأطفال، مجموعة حسب المصاريف لأنه كانوا شي 18 واحد، لأن الأمن تيدير مجهودات جبارة من أجل يعني كيقوموا الشباب متهورين تكسير الزجاج ديال السيارة ورشق الأمن الوطني بالحجارة. هادشي لأن الأمن تيدير واحد العمل ديالو وتيدير واحد المجهودات ديالهم من أجل حماية الشارع العام، وكذلك العمل على في إطار حظر التجول الليلي اللي فرضته الحكومة خلال شهر رمضان ابتداء من الساعة 8 ليلا. يعني إلا أن
بعض الشباب اللي كيخرجوا، يعني حنا هذا واقع كيخرجوا يتنفسوا شويه، لكن للاسف ان بعض الشباب ولكن تهوروا وكيبداو يشيروا بالحجر ويشقوا السيارات ديال الامن بالحجاره. هادشي حشومه. يعني حشومه ان بعض الشباب والوالدين اللي خاصهم تما انهم يوعيوا الابناء ديالهم، خاصهم يوعيوهم باش وياه باش يقوموش بهذا الاعمال هذا، باش باش ما يديروش افعال صبيانيه اللي ترجع عليهم بندامه. كان شو انا البارح يعني من كانت الاعتقالات ديالهم، راه الوالدين اللي كيتكرفصوا كما يعني كتشوفوا. انا دوريات الامن الوطني تقوموا بالعمل ديالهم والسد الامني. كما كتب معنا دائما دوريات الامن الوطني متواصله في مدينه سيدي بنور. خويا الله يهدي ما خلق وصافي، الله يهدي ما خلق. انا كنشوف يعني كلشي ساد، وكذا كاين ارباب المقاهي اللي مساكن بكل صراحه متضررين بالدرجه الاولى. كان يعني اصحاب المقاهي كانوا كيشتغلوا في هذه الفترة هذه، لكن للأسف اللي كنت منا تحية لكل المتابعين ديالنا. ما علينا إلا كما يقول بعض الإخوان إلا أننا نصبروا حتى تدوز هذه الجائحة، وكما صبرنا عام هذه نصبروا يمتحن الله ويجيب الله الفرج. يمتحن الله ويجيب الله الفرج. احنا دائما قناة شوف تي في، قناة الشعب، اول قناة تلفزية تعتني بمشاكل المواطنين. وكما كنقولوا الله يصوب، الله يدير التاويل ديال الخير. لان هذا الشيء ولا تيخلع دائما هو مباشرة من مدينة سيدي بنور في هذه الجولة الليلية عبر الشوارع المدينة. واللي كنناقشوا شنو الرأي ديالكم في بعض المتهورين. تحية لكم، تحية البخاري حسن، ويدي لهم كل شيء غيفوت إن شاء الله. إن شاء الله في بعض الشباب المتهورين اللي هاجموا رجال الأمن الوطني البارحة بالحجارة، نكونوا واقعيين. يعني واخا دير حمله، واخا دير مرض، اشنو ما غاديش يمكن لك انك نجم ندير لك الحاج. في هذا البث المباشر شوفوا انا
الحمد لله طبعا تقوم دوري فيهم يعني أحس الآباء يتحملوا المسؤولية ديال الأبناء ديالهم لأن كاينة حملة وكاين القانون وقانون يعلى ولا يعلى عليه يعني القانون هو فوق كل شيء ممكنش لنا أننا نخرقوا قانون هذه حالة الطوارئ اللي قررت الحكومة المغربية احنا علينا إلا أننا ننفذوا هذا القرار هذا ندوز هذه الجائحة بخير على خير وحنا دائما كنواصلوا الحملات التحسيسية الجولات ديالنا من أجل تقريب المواطنين وتقريب الصورة أكثر من المواطن المغربي والله بعدين هذه الجائحة هذه وتدوز إن شاء الله بخير على خير دائما إخوان واش الصوت كيوصلكم ولا لا تبعد إخوان كتشكم الصوت كذلك قريبين من صيدلية الحراسة بسيدي بن نور اللي غادي نحاول أن كذلك نعطيكم معلومة حول صيدلية الحراسة بالنسبة للمتابعين ديالنا الكرام عبر قناة شوف تي في اللي كما كتشوفوا هذه صيدلية الحراسة مباشرة صيدلية الحراسة هي هذه غادي ناخذوها من جهة أخرى هنا أكثر فأكثر كما كتشوفوا يعني صيدلية الحراسة هي صيدلية المسجد صيدلية المسجد قرب المسجد الكبير اللي بالبام هذه هي صيدلية الحراسة بمدينة سيدي بن نور متابعينا الكرام كما كتشوفوا هذه صيدلية الحراسة اللي كيهموا الأمر الناس هنا في سيدي بن نور والنواحي اللي كيجيو للصيدليات هذه هي صيدلية الحراسة صيدلية المسجد بسيدي بن نور هي اللي فيها لاكارد بالنسبة للناس ديال سيدي بن نور اللي مهتمين وتيقلبوا على صيدلية الحراسة في كينا صيدلية الحراسة هي اللي أمام المسجد ديال حي البام هي هذه صيدلية الحراسة بمدينة سيدي بن نور كما كتشوفوا مباشرة على قناة شوف تي في قناة الشعب أول قناة إلكترونية تلفازية كتهتم بالمشاكل ديال الساكنة والمواطنين دائما كما كتشوفوا معنا هذه هي صيدلية الحراسة من مدينة سيدي بن نور على بركة الله نكملوا في الجولة ديالنا في بعض الشوارع وحنا حنا دائما في التغطية ديالنا والجولة ديالنا كنحتاطوا أكثر لأن كما كتعرفوا يعني أصبحت العداوة كثيرة كما كتشوفوا ان صفحات العداوه كثيره ومشاكل كثيره وانتقامات من قناه شوف تي في سيدي بن نور اللي اصبحنا كنتعرضوا للتضييق والخناق كثير 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 بكل صراحه هذه ضريبه النجاح وضريبه ان قناه شوف تي في حلات الصفحات كتعطي أهمية كبيرة لبعض المشاكل إلا أن
أصبحنا نعيش حربا حربا شرسة من طرف بعض الخبثاء اللي ما تخافوش الله. حافظ ساكين، تحياتي لك أستاذي. كما قلنا، لأن أصبحنا كنتعرضوا شتى وسائل تهديد، شتى وسائل تشهير، يعني حتى أننا أصبحنا نعاني كثيرا من بعض من الخبثاء اللي ولاو باغين ان قناة شفتي فيه انها تحيد من سيدي النور، انها ما تبقاش سيدي النور، واصبحوا يوجهون تهم باطلة وشكايات باطلة من اجل تكميم الافواه. لكن الحمد لله والشكر لله، ان الله كاين، الله كاين، الله كاين، والحمد لله. اكيد اخي، هذاك الشيء حنا علاش كنديروا هذه الجوله هذه؟ هذا الشيء احنا علاش كنخرجوا؟ باش نوضحوا، يعني بعض الشباب خارجين، بعض الاطفال في الشوارع ديالهم قرب المنازل ديالهم، هذا هو الاشكال. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اللي كنتمناو ان الله يهدي هاد الشباب، الله يهديهم. والله إذا مخلق إن شاء الله حتى تدوز هاد الأيام بخير على خير، ونقزوا هاد الجائحة هادي. صحتك دائما في هذه البث المباشر لتنقلكم من قلب مدينة سيدي بنور في هذه اللحظات. دائما متابعي قناة شوف تيفي، هذه الأجواء الليلية في شوارع مدينة سيدي بنور، اللي كنناقشوا شنو رأيكم وشنو كيتحمل المسؤولية فيه بعض الشباب المتهورين اللي تيقوموا بأعمال الشغب. دائما المتابعين الكرام، تحية للجميع، وتحية لكل المحبين من قناة شوف تيفي، قناة الشعب. الاشكال اللي كاين هو ديال القاصرين، من هنا من قناة شوف تيفي كنتم معنا في هذا البث المباشر. الآن من مدينة سيدي بنور ما بقى لنا إلا أن نستودعكم الله وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله.